الجامع الاثري اللي اخدم جامع المصر ما انبنى ولا تعمر، باقي لحد الان نص الخراب. بعد نحو 4 أعوام على استعادة السيطرة على مدينة الموصل، لا تزال جوامعها التاريخية شاهدا حيا على حجم الدمار والإهمال الذي حل بالمدينة المنكوبة. هنا في مدينة الموصل القديمة لا يكاد يخلو ركن من مشاهد نسف التراث العريق، فلم يستثني الدمار جوامعها وآثارها التي أصبحت أثرا بعد عين، بيد أن الفساد والإهمال والسرقات الحكومية الممنهجة هي أبرز أسباب استمرار هذه المأساة، يقول لسان حال سكان المدينة. إهمال، الفلوس تنصرف على جوامع، الموظفين يحطوها بجيبهم، دوائر الدولة كلها يقول لك هاي فلوس كذا مبلغ وراح أمر فلان جامع، ها ودنحط بالجيب، والجامع يسيء يجيب تينكو ويندغلو كم خشبي ويروح ينهمل. هذا البوق مالتهم، فاما جوامع ماكو، موظفين يجيبوا ما شاء الله ها ملياني جوامع ماكو، الفقير يقدي بالشارع، لك وين الحكومه؟ الحكومه وين مالنا؟ غياب اي دور حكومي فعال لانتشال الموصل من ازماتها وركامها دفع السكان الى اعاده بناء بعض الجوامع بايديهم، معبرين عن استيائهم البالغ إزاء إهمال الوقف السني لإعادة إعمار الجوامع المدمرة. إنه أي جامع تعمر بالمدينة القديمة الحمد لله أن الوقف السني ما له يد به، لو حطوا يدهم به لكان يتأخر، أي إعمار ما يصير. الحمد لله أنه الناس الخيرين الناس الطيبين يعملون لأرواح أمواتهم، يريدون يرجعون الموصل القديمة، يريدون يرجعون الحياة. الناس الطيبين أهل الموصل هذولا أنا أنطيك ضمان، لو أن الوقف السني اتدخل ببناء الجوامع لكان أغلب الجوامع لحد الآن ما انبنت، ما انبنت ولا ترجع، والدليل هو جامع النوري الكبير. وبالتزامن مع إهمال الوقف السني لجوامع المدينة العريقة، يضع الوقف الشيعي مدعوماً بميليشيات الحشد يده على الكثير من جوامع المدينة التي دمر منها أكثر من 540 مسجداً من جراء المعارك العسكرية التي لم يسلم من نيرانها بشر أو حجر.